مع حلول فصل الصيف ودائما بنعاني بمشكلة انه بتتعرض بشرتنا، بشرة الوجه واليدين، للكثير من المشاكل اللي بتأثر سلبا على الإطلالة المشرقة. ومن أهم هيدي المشاكل الموسمية وطرق علاجها والحفاظ على جمالية ورونق بشرتنا. معلومات رح نتعرف عليها مع أخصائية التجميل إلين الهامس. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. موضوع كتير مهم نحكي عليه اللي هو الجفاف، وخصوصي بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي عم بتصير. عم يخسر أجسامنا، عم تخسر كتير من السوائل والأملاح وقت عم يخسر الجسم عم بيأثر على الوجه، إنه عم بيساوي شحوب بالوجه، عم بحس الشخص حاله تعبان كل النهار، عم بيساوي سواد تحت العين. هاي المشاكل كلها نتيجة خسارة السوائل كميات كبيرة تماما. من يعني الجسم. بالصيف بالاحوال العادية نحن يعني اوقات البشرة بنحس فيها شوية جفاف، لكن الين بفصل الصيف بتزيد هالمشكلة، ان كان بايدينا او حتى ببشرة وجهنا. شو اسباب هالجفاف الاساسية؟ مع انه يمكن بفصل الصيف بيزداد شربنا للمي، شو اهم الاسباب وكيف فينا نعالج هالمشكلة؟ هلا اهم الاسباب هي انه جفاف، بتحسي بشحوب وبتحسي تحت العين، بس اللي كيف نعالجها هي انه نحن لازم نشرب كتير مي لحتى نعوض. خسارة السوائل اللي خسرناها والأملاح، انكتر من الأطعمة اللي فيها فيتامينات من خضرة وفواكه. كتير مهمة هاي الشغلات إنه نزيدها خلال فترة الصيف لحتى نعوض كل شيء خسره جسمنا من مشاكل. بالنسبة للإيدين، جفاف الإيدين أنا بنصحهم بالبارافين. البارافين كتير مهم، وخصوصي انه هلا في عالم تعاني من حساسيه بفصل الصيف. بارافين بيساعد انه يسكر المسامات. خلينا نعرف العالم اكثر كيف بتتم طريقه بالضبط. البارافين. طريقه البارافين هو عباره عن شماع بارافين بيتذوب، بتنحط الايد فيه وبتطلع نص ساعه وبينلف بمواد بشيء خصوصي لإلهم، بحافظ بخلي الايدين تحافظ على رطوبتها، على تضلها انه رطبه، ما تكون ناشفة قديش ولا بدعي يصير فيها حساسية. هاي حسب الحالة تبع الشخص، انه هو كتير جفاف بيعاني من جفاف خلال الصيف او يعني متابع حاله بالمي تمام. وبقية الشغلات. يعني لان بفصل الصيف نحن بنتعرض للشمس بشكل مباشر وبتكون الشمس احيانا قوية، فهذا الشيء بيساوي مثل تصبغات بالبشرة بغض النظر عن الواقي الشمسي. احيانا بتكون تصبغات يعني كبيرة مانا صغيرة، صح؟ فشو كيف فينا نحن نقدر غير الواقي الشمسي انه نحاول شوي اذا كانت البشرة حساسة نعمل لها شيء معين؟ هلا عندنا نحن تصبغات لها درجات اكيد، يعني مثلا حدا هلا صار عنده تصبغ جديد بيقدر يلحق حاله يعالجه بكريمات خصوصيه للتصبغ باشراف طبيب مختص. هلا بالنسبه للتصبغات اللي لها زمان ولا اللي موجوده وعاطيه اثر واضح، في عندهم الليزر الكربوني اللي بيشيل التصبغات مع البشره، وعندهم فيهم يعملوا بروجرام بين الميزو والبلازما مغذي للوجه، تجديد البشرة، بيساعد على إعادة النضارة والإشراقة وكل ال كل ال بيشيل كل شيء تصبغات، تماما. ترجع بشرة نظيفة نقية خالية من كل الشوائب وكل التصبغات. دمج الميزو مع البلازما كيف بيكون إلين؟ هلا في أطباء بيخلطوهم مع بعضهم، بس أنا بفضل إنه ما نخلطهم مع بعضهم. البلازما تنعطى كورسة لحالها لحتى تاخذ فايدة البشرة منها، بعد الميزو اللي هو خاص بالتصبغات ينعطى لحاله لحتى يعطي مفعوله. هلا هي بترجع للدكتور قد ايه بده يعمل له جلسات، بترجع خلينا للحالة. تعرف كيف شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم، الميزو هو عبارة عن مالتي فيتامينز، تركيزها تبع التصبغات اللي بتجي خصوصي للتصبغات، تركيزها بيكون خصوصي على التصبغات، فيها يعني فيتامينات تماماً. مفتحة وهيك. البلازما هي بتجدد البشرة،
بتعيد النضاره، يعني بتحسي حدا عامل بلازما بتحسي انه نضاره مو هي بتزيد طبيعيه، افراز الكولاجين، بتزيد افراز الكولاجين، بتخفي التجاعيد الخفيفه بالبشره، وهي ابدا ما لها مؤذيه، كثير طبيعيه، وبنصح كل الناس انه تجربها اللي عندهم تصبغات. وفي كثير اعمار، يعني الاعمار اللي بيقدروا يبلشوا منها يعني 23 24 هي، بالاضافه هنا عم يعملوا هاي العلاج انهم يحطوا واقي شمسي لحتى ما يزيد التصبغات. صحيح لان دائما الصبايا بيحبوا يعملوا برونزاج بالصيف، فكيف بيقدروا يعملوا برونزاج بلا ما يتحروا؟ ايه اكيد. هلا من فترات الصباح يعني فيهم يعملوا برونزاج من بين 7 لل 11 ومن 3 لل 5 فيهم ياخذوا الفيتامين دي من الشمس من دون ما ينأذوا، بيقدروا ياخذوا لون برونز حلو. من الفتره تبع 12 لل 3 فتره كثير كثير قوي الشمس بتكون فيها، ما بياخذوا منها لا افاده ولا بياخذوا لون برونز، بيحاولوا ياخذوا لون بهالوقت بيحترقوا. هي المشكله. واذا بحال تواجدوا بهالوقت يعني ما يتواجدوا بالشمس لفترات كثير كبيره، يعني ساعه يقعدوا تحت الشمس، لا انه يعني كل 20 دقيقه يفوتوا يشربوا مي، يحطوا على جسمهم مي، يعني انه يضلوا رطبين، مي ما يتعرضوا للشمس كثير. كمان إلين في كثير من الاشخاص الصبايا وحتى الشباب بيكون عندهم زياده بالتعرق بفصل الصيف، وفي كثير اشخاص بيعانوا من تعرق ايديهم كمان، هلا كيف بيقدروا يحلوا هالمشكله خاصه يمكن في كثير اشخاص بتسبب لهم احراج؟ ايه اكيد على فكره، وفي اشخاص عندهم مشكله انه تعرق تبعهم بيكون له رائحه غير بقيه الناس، فبيلجأوا اغلب الناس لازم تلجأ اللي عندها المشكله تلجأ للبوتوكس التعرق. بوتوكس التعرق غير انه عم ينعمل بالجبهه لحتى يشد بخفف من التعرق، لتحت الابط للكف بينعمل بوتوكس التعرق، وللرجلين كمان للي بيعانوا من تعرق زايد. هلا بالنسبه لل هاب بنعمل شباب وبنات، بخفف نسبه 90% من التعرق، مو 100% 90%، لانه يعني هذا اغلب الناس عم تلجا له بالصيف وعم يكون فعال. وكمان قديش بيضاين؟ بيضاين من 6 ل 7 اشهر، يعني اغلب الناس بتعمله بالصيف. تماما. يمكن دائما اللي عنده بمنطقه معينه العرق الزياده يمكن لازم يلجا لهذا البوتوكس، هلا يمكن جميع المشاهدين تعرفوا عليه. خلينا نحكي عن ترطيب الجسم، دائما احيانا بتجي بشرات للصبايا ممكن ايديها ناشفين او حتى منطقه الساقين بيكونوا ناشفين، قد ايه مرطبات الجسم مهمه انه تضل متابعه عليها الصبيه وحتى الشاب عادي اذا حط كريم على ايديه؟ اكيد اكيد. هلا بفترة الصيف لازم ينتبهوا لهالموضوع، لأنه مثلا وقت تعملي ترطيب زيادة إن كان للبشرة، أنت لا تنسي إنه إحنا بالصيف عم نتعرق بنطلع بشرتنا عم تمتص كل شيء، غبار شوائب هي كلها عم تلزق على الوجه على البشرة، فوقت عم بتتبخر هالعرق عم يتبخر عم بيضل هالغبار وهالجراثيم على الوجه عم تؤدي لظهور حبوب. فانا بنصحهم يستعملوا مرطبات، بس مثلا كل حدا جسمه دهني انه يستخدم مرطب خصوصي خاص للبشره الدهنيه، حتى الواقي الشمسي، واقي شمسي للبشره الدهنيه، للبشره الحساسه، للجافه، هدول فيهم بيكون تركيز معينه بتساعد انه ما تاذي وجههم، تحميها من ظهور الحبوب والقصص. كمان إلين في كتير صبايا يمكن بيستعملوا كريمات متعددة وبكميات كبيرة، ودايما تلاقي الصبية عندها هواس دايما بضل حاطة كريم على ايديها، ونوع ورا نوع، في شي فيه معطر، في شي فيه مطري، وكتير أنواع. قديش كمان ممكن هاي الأمور تأثر سلبا على بشرتنا؟ وفي كتير صبايا يمكن بالفعل بيأثر سلبا عليهم. ايه أكيد. طب كل شيء زاد عن حده نقص، يعني الافراط بالترطيب الزايد بيعمل شيء عكسي، وفي عالم من دون ما تعرف هذا الشيء بحسس لها ايديها ولا هي، فبنصحهم دائما يستخدموا كريمات طبيه لترطيب الايدين، اللي بيعرف حاله انه بشرته حساسه. اما اللي بشرته من العاديه للجافه يعني بحس انه ما بتاثر فيه ولا اي نوع كريم، انه بيتحسس
يستخدم اللي بيناسبه. يمكن ثقافة يمكن العودة لأخصائي تجميل نحن عنا شوي مهمشة، يعني الصبية لوقت تعاني من مشكلة بالفعل ما أسرع عليها لحتى تلجأ لأخصائي تجميل. هلأ هون قديش الموضوع هذا مهم أنه دائما البنت لحتى تعرف بالقليلة نوع بشرتها؟ مع الأسف أنه كتير مهم، أنه اللي عم بيصير بالمجتمع هلأ أنه مثلا أنا بعرف رفيقتي عملت بلازما، بروح بعمل بلازما لأنه هي عملت بلازما. لازم يعني الدكتور لازم نستشيره ونسأله. يمكن مرة حالة معنا انه مرة حدا عمل بلازما فصابه مثل زرق بالوجه، في عالم ما بيصيبها هذا الشيء. بالضبط، لكن بيختلف هذا من شخص لآخر. ثاني شيء المشاكل نحن لازم نحلها، يعني مو نخبي مثلا مشكلة حبوب او هي بالميك اب، لانه الميك اب ما له حل. يعني البشرة النظيفة والحلوة هي اللي بتبقى وهي اللي بتعطي جماليه. تمام. الان خلينا ننتقل للواقي الشمسي اللي فيه لون واللي بلا لون، وكمان قديش مهم انه في بشرات دهنيه لازم شو الواحد يستخدم لها، والبشرات الجافه والبشرات المختلطه. يعني لازم كمان تمييز حتى بالواقي الشمسي لانه ممكن يسبب حبوب او يزيد التصبغات. تمام. لانه تستخدم الشخص الواقي الشمسي اللي مانه للبشره الدهنيه بيكون فيه مرطبات اعلى، نسبه المرطبات فيها اعلى، وتحط على الوجه البشرة الدهنية وهو دهني الكريم بيؤدي انه يطلع له حبوب بوجهه، بيقول لك ما تحط واقي شمسي. في واقي شمسي عم يجي خصوصي للبشرة الدهنية، بتحطيه بينشف على الوجه ما بيعود بيضايقهم او بيطلع لهم حبوب. وكثير مهم الواقي الشمسي يعني خصوصي بفترة الصيف. كمان يمكن كل صبية بتهتم بمكياجها إن كان بالصيف أو بالشتاء، بس يمكن الحصول على لون برونزي بيزيد اهتمامها فيه بالصيف. كل صبية بتهتم أنه دايما تطلع بمكياج، هون شو بتنصحيها؟ قديش ممكن هذا الشيء يأثر على بشرتها؟ شو المكياج يمكن الطبيعي الخفيف اللي لازم كل صبية تكون فيه؟ هلأ فيها إذا ما كان عندها مشاكل بالبشرة أنها تحط الواقي الشمسي اللي فيه لون كتير حلو مع شوية بلاش وحمرة ومسكرة، تمام، يعني هاد منيح. بس اللي بيحطوا فول ميك اب فاونديشن وكامل هاد وبيضلوا فيه لفترات طويله، وخصوصي بالصيف انت لا تنسي الشوب عم تفوتي بين الشوب والبرد والعرق عم بيخلي الوجه تمتص كل هالمواد الموجوده على وجهك، فعم بيخلي الوجه هاد لا تنسي انه هاد بيزيد من الشيخوخه على البشره، بتعبها، بتحسي بشرتك بس تشيل الميك اب تعبانه بدها تتنفس. صح. شو الحلول؟ شو لازم الناس؟ الحلول انه لازم ما تطول بالميك اب لفترات طويله، تحط اذا حابه تحط فاونديشن، تحط واقي شمسي، حطيت فاونديشن ما تنام فيه، تمسحه، تستخدم معقمات وغسول مناسب لبشرتها لحتى تقدر تمسح كل شيء على وجهها. بس اللي بدها تحط ميك اب يعني ما بتقدري تقولي لحدا ما تحط ميك اب، صاير هون بتنصحيها كمان تعمل بلازما؟ بننصحهم اكيد يعملوا بلازما للي عم بيعانوا من مشاكل تصبغات. البلازما بتعطي نضاره حلوه كثير، فيك تستعيضي عن الميك اب، لانه يعني وقت هلا عم نشوف حدا عامل بلازما تقولي له وجهك منور، مو معقول شو عامل، نظاره مو طبيعيه. بعد اي جلسه بالفعل الصبيه بتلاقي نتيجه؟ ليكي انا بقول لك من اول جلسه، بس بدي نبه على شغله، هي اغلب الناس ما عندهم فكره عنها. في نوعين للبلازما، البلازما اللي بتروح لعند المخبري بصف لك اياها، بتجي عند دكتور بحقن لك اياها، هي اغلب الناس ما عم يستفيدوا منها لانه ما عم تعطي نتيجه واضحه. في بلازما الثانيه اللي هي بانابيب خصوصي، بتجي فيها نترات مضاعفه للبلازما للملايين، وقت عم تنحقن بالوجه عم تعطي نتيجه من اول جلسه. في فرق اكيد بالاسعار، يعني ما بتاخذ من الصبيه؟ بتتاخذ من الصبيه، بس فيها هي الانبوب نترات مضاعفه للبلازما، هي ضعف لك البلازما اللي اخذناها من جسمك للملايين، بالاضافه بنحط لها فيتامينات للنضاره، وهي يعني تخيلي عم تاخذي كورس كبير من جرعه كبيره من النضاره ومن كل شيء مفيد للبشره.
تمام. يعني إلينا حتى في صبايا بيناموا بالميك اب، سواء الظهر جايين من شغلهم ما لهم حال يقيموا، ايه فبيناموا الظهر فيه وحتى المساء بيناموا فيه. قديش خطيره وقديش مضره، ويعني يمكن ما بتاخذ وقت مسح الميك اب دقيقتين عن الوجه، لو ضلوا العيون يعني اذا كثير كان ما في وقت. فنحكي عنه كثير مهم، لانه البشره بتتنفس بالليل، يعني وقت تنامي بتتنفس بشرتك، فانت وقت تمسحي الميك اب ولا عم تفتحي لها مجال هالمسامات تتنفس، خصوصي منقول نحن يحطوا كريم مرطب او كريم للتجاعيد. ليه بيقولوا لك حطي كريم التجاعيد بالليل؟ لانه بتتنفس البشره بتاخده تمتصه. اما وقت تكوني نايمه بالميك اب مسامات مفتوحه فتحت لتتنفس تمتص الميك اب، تفيقي ثاني يوم وجهك شاحب تعبان، ما في يعني مسامات، يعني شو عم يكون على الوجه من تراكم، غير انه ميك اب في جراثيم. ايضا إلين بتبدل الفصول، هذا الموضوع كثير بياثر كمان على بشرتنا، يعني نحن ما بنعرف حالنا هو صيف ولا شتويه، يعني دائما فصل الربيع او الخريف بيكون في شويه مشاكل ايضا بتعاني منها الصبيه. هون قديش هي بتقدر تحضر حالها، تهيئ حالها لدخول فصل جديد لحتى ما ياثر على شكلها وعلى بشرتها؟ هلا انا بقول لهم دائما انه بالصيف روتين كريمات معين، وبالشتاء روتين كريمات معين. تماما، مو الكريم بيضل على مدار بيضل السنه، بيضل على مدار السنه اكيد، لانه بالشتاء انت بشرتك بتنشف على الاخر نتيجه البرد القاسي، فبنستخدم مرطب اقوى وبتحسي وجهك كثير نشفان. بالصيف بتحسي من التعرق، بتحسي انه هو كثير يعني مرطب وماني بحاجه كريم. اما فمشان هيك بنخاف بنستخدم مرطب، زائد انه بنستخدم معقم. المعقم والغسول من اهم، او صابونه طبيه من اهم الشغلات اللي لازم نستخدمها. تمام. يعني بالفعل معلومات مهمة اليوم إلين طرحتيها ضمن صباحنا، إن شاء الله كل الصبايا يكون عندهم الجمال وإطلالة مشرقة. شكرا كثير لوجودك معنا إلين اليوم. ميرسي لكم، نتمنى للكل صيفية حلوة ومشرقة مثلهم. ميرسي لك، وأكيد بدنا نتمنى عليك كمان كل التوفيق.